الزمالك بيفوز على اتحاد طنجة المغربي بنتيجة 3-1 وبيصعد لدور المجموعات في الكونفدرالية. كل اللعيبة سعيدة وكل الجمهور سعيد، شخص وحيد بس اللي زعلان من المواقف اللي بعد كده او من المباريات اللي بعد كده وهو جنش. ماتش مهم جدا مستنيه كل الزملكاويه وكل مجلس اداره نادي الزمالك، هو ماتش الزمالك وبيراميدز اللي موعده يوم الخميس الجاي ان شاء الله. جنش طبعا كان حريص جدا اللي هو بعد انتهاء لقاء اتحاد طنجه في احد تصريحاته الاعلاميه كده مع قناه اون سبورت اللي هو يقول اللي هو اتظلم فعلا في ماتش الاتحاد السكندري وما كانش يستحق الطرد اللي هيغيبه الماتش الجاي وهيخليه مستبعد عن لقاء بيراميدز. البدايه طبعا والمشكله كانت واضحه قدام الكل والظلم كان واضح قدام الكل ان جنش بعد انتهاء الشوط الاول كان حريص جدا اللي هو يروح للحكم اللقاء. كان في ازمه ما بين الهاني سليمان وبين محمود علاء مدافع الزمالك بسبب جون الزمالك اللي جه وبدا لعيبه الزمالك تدخل تاخد يعني الكره من جوه الجون كده. هاني سليمان ما بين الشوطين شد مع محمود علاء بشكل قوي جدا. لما جنش كان ماشي مع حكم اللقاء وكان واقف يتكلم معاه لما شاف الموقف بدا جنش يتجه لهاني سليمان وراح فعلا قدام الحكم. الحكم ساعتها وقف كده هو وطاقم التحكيم بتاعه المساعدين بتاعه وقفوا شافوا الموقف كله. كان باين ان جنش دخل شد لهاني سليمان كده وبداوا الاثنين يتكلموا مع بعض وكانت الدنيا هاديه جدا ما بين الحارسين. لكن تدخل بقى احد اعضاء يعني الجهاز او احد افراد الجهاز الفني كده الاتحاد السكندري اللي لابس كاب اخضر في الفيديو ودخل زق جنش وشتمه، فده كان السبب اللي خلى جنش ضربه بالرجل كده وانفعل عليه بشكل قوي. الغريب ان الحكم ما بين الشوطين طلع الطرد لجنش والهاني سليمان واطرد معاهم اللي هو الفرد الجهاز بتاع الاتحاد السكندري. جنش طبعا كان شايف ان الموقف غريب جدا، كله بدا يتداول الاخبار ان جنش اتخانق مع هاني سليمان لكن الواقع كان غير كده خالص. المشكله اللي فاقم المشكله او اللي كبر المشكله كان اللي هو عضو الاتحاد السكندري بتاع الجهاز وده اطرد برده معاهم. حاجه غريبه جدا، كل جمهور الزمالك طبعا مستعجب لها ازاي حارس الاول بتاع الفريق يتم استبعاده في لقاء مهم جدا زي لقاء بيراميدز. حزن طبعا قوي جدا كان باين على جنش امبارح بعد انتهاء اللقاء، ترقب في كل الساحه الرياضيه لنتيجه لقاء الزمالك وبيراميدز اللي هيغيب فيها محمود جنش احد اهم العناصر الزملكاويه في اللقاء.